طبعا باختصرها، لا هو المفروض يعني ان نقدم نتيجة افضل من كذا بما ان الفرص جتنا كثيرة، لكن كذا يعني الذهاب والاياب، واحنا مو مستعجلين وان شاء الله عازمين العقد ان نعوض الفرص اللي خسرناها في مباراة الذهاب. حارس أوراوا أبدع في مباراة الذهاب، إيش تخططون عليه في مباراة الإياب حتى تسجلوا فيه؟ أكيد طبعا كان له فضل كبير في صد الفرص اللي حصلت علينا، لكن إن شاء الله يعني نكون في مباراة الذهاب، يعني أنا أعتبرها ذهاب، إن شاء الله نكون متوفقين فيها إن شاء الله. عمر خربين الآن مرشح لجائزة أفضل لاعب آسيوي، ممكن تحدثنا عن أهمية اللاعب ومدى مشاركته في الفريق؟ والله عمر من أول يوم جانا وهو يبادر بالتسجيل، لاعب ما يرضى بالهزيمة، أنا أعتقد من وجهة نظر شخصية ومو عاطفية، يعني بكون حيادي شوي، أعتقد أنه يستاهل أنه يكون الأفضل في آسيا على المستويات اللي قدمها وعلى الأهداف وعلى خدمة الفريق اللي جالس يقدمها.